السلام عليكم، مساء الخير يا جماعة الخير، كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله. لا إله أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نبدأ نشتغل فيه بعد ما تركناه والله العظيم فترة طويلة وما كان عندي وقت، وحرفيا يا جماعة الخير متخيلين مفتاح السيارة برضو كنت أبحث عنه وصار جوا السيارة، تشوفونه جوا السيارة كذا نصلة خفيفة. فراح نبدأ الآن نشتغل فيه، ولكن كيف راح نرفعه من الأرض حرفيا. فراح نبدأ نشتغل فيه الآن. قبل ما نبدأ في مقطع اليوم لا تنسى تضغط على لايك وتشترك في القناة وتفعل لي جرس التنبيهات يا حبيبي عزيز المتابع. جرس التنبيهات ترى مرة مهم، مرة مرة مهم. نروح الآن ندور لنا العفريتة. أوه ساند التصوير ممتاز، هذه العفريتة جاهزة نسحبها. الحين يا جماعة خير نحاول ندخل العفريتة لين ندخلها على الدفرنس ونرفع السيارة من عند جهة الدفرنس، أو ممكن نجيبها من هنا، ممكن نجرب برضو العفريتة هذه ترتفع أو لا، بما أنها نزلت فأكيد أنها ضرب البستم حقها، ولكن خلينا نجرب. للمرة المليون يا جماعة الخير السؤال راح يتكرر على البلوفر. أسامة ليه تلبس بلوفر؟ حساسية شمس بالعاد، والله أنه بيجي السؤال. هي لابس بلوفر بالحر، حسية شمس يا جماعة الخير. جبنا هذه يا الربع إن شاء الله أنها تفي بالغرض بإذن الله. نجرب. أيوة والله بدأت تتحرك. السلام ورحمة الله وبركاته، بدأت تتحرك يا سلام. طيب يا جماعة خير الحين نجرب ندخل عفريتة تحت في الدفرانس، والأفضل نخليها في النص. طبعا في هذه الحالة ممكن أي لحظة يطيع عليك، لازم تضبط وضعك، لازم انتبه تطيح في الفخ. ركب لك هذا الشيء هنا عشان لو نزل لو قدر الله ولا شيء. الحين جينا ندخل هنا ولكن نجيب فرشة وندخل بإذن الله. ولكن يا جماعة الخير قبل كل شيء نروح نعبي بنزين ونرجع قبل ما نسوي أي شيء، لأنه ممكن يشتغل بدون أي شيء، بس نعبي بنزين لأن احنا كنا مركبين الطرمبة. طيب يا جماعة الخير حطينا التانكي وهنا اللي برضو نفتحه، هنا خلينا السيارة تشحن، نفتح التانكي كذا، فك الغطاء، نركب الغطاء هنا، طبعا سحبة واحدة نفس كذا بس. خلاص الحين يصب من فوق لين تحت، ننتظره بس لين يخلص على ما تتعبى البطارية نفسها. راح نروح للكبوت نشوف في شيء ناقص في الكبوت او لا. طيب يا جماعة خير رفعنا الكبوت كذا، نجي الحين نشيك غطى الريديتر، اتوقع ما في مويه. وهنا نشيك على الزيت اذا في زيت ولا لا. ايوه في زيت الحمد لله. طبعا كنت مغطي هذا بالفرشه هذه تمام، ولا اله الا الله برضو طلعت الفيوزات اللي هنا. هذه فيوزات اول كنت جايبها كويسه عشان اشيك على العلبه اللي موجوده هنا. الحين شو راح نسوي؟ راح نعبي مويه بس على الله يسلمكم ما تشحن البطاريه ويتعبى البنزين اللي في التانك هذاك. راح نجيب مويه نعبي الريديتر. خير نعبي المويه. طبعا خلص البنزين وهذا البنزين باقي. اوه صب السياره نبغى بس ننزل شوي نجيب الباقي من هذا. الحمد لله نجيب الباقي من هذا يا جماعه الخير، اني انا متاكد انه ما راح تشتغل الدعسه بسرعه، ولكن راح نفك هذه بسم الله نطلعها برا. ايوه
بعدين نجي نتأكد بلف الراجع ممتاز، كل شيء ممتاز، نجي نصب بنزين بس جوا الفتحة هذه. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. ايوه بدا يدق سلف. اشتغلت هذه، معناها يقول انزل قفل السيارة. انزل قفل السيارة وافتحها بالمفتاح هذه. امان مرسيدس يقول كذا. يقول قفل السيارة، عاود افتحها. بعدين اركب. نرجع هنا. بسم الله ما شاء الله، ان شاء الله ما تفصل. في مشكله في وصول البنزين الماكينه. طيب في مشكله للحين، يعني في مشكله طرمبه للان، في مشكله طرمبه. انا اعطي بنزين شوي. تمام، نشيك هل في بنزين نزل من تحت؟ وانا نشيك. الله يعطيه العافية، ما قصر. هلا مشهور. هلا اول شيء السلام عليك. طبعا اللي تذكر راشد جماعة خير كان معنا قبل. طيب. هلا عزوز. كيف حالك؟ طيب؟ صارت يا جماعة الخير وش راشد؟ كتاب؟ اي قلبين هذه. قلبه قال لي ايه سامش ترى الكتابة مقلوب. اقلبه. وضبط. الله لا يهينك يا شيخ. الحين ركب طرمبة ونشغل السيارة. صورنا صورك يا. يلا بسم الله. نبدأ نشغل يا جماعة الخير. يبغى له بنزين في النص ها؟ يبي له بنزين في النص. وين؟ خلنا نعطيه بنزين واخر يدك. ايوه يا جماعه الخير، رجعتنا المشكله القديمه اللي هي تعال عزوز نور اللي هنا. تعال نور هنا عزوز. شوفوها اللي هو ان الزيت خلط. شوفون هذه المشكله دائما تيجي في مرسيدس اذا وقف واجد. واخر عزوز على السياره. امسك الجوال. فراح الحين نرفع السياره بعد الله يسلمكم ننزل الزيت. خله يضيع، لا تسحبه، خله يضيع. شوف يا ساتر. اوف المويه كلها. ايه شوف هذه كلها نازله من وين. ايوه طلع الزيت الحين. اسحب فرشه يا راشد. السره تشوفها صح؟ ايه السره تشوفها؟ اي سره؟ حقت ذي مسمار السره. اوه خله 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 عادي، حتى لو ضاع عجيب من التشريح. لا تلقاه هنا اصلا، خله ينشف شوي. يا ساتر حليب. شوف يا جماعة الخير هذا كله، تخيلوا بحر بحر اللي نزل. ها راشد والله. بحر نزل من السيارة حرفيا، عبيناها موية وخلطت. طبعا مو أول مرة تخلط مرسيدس، كثر ما توقفها كثر ما تخلط، كثر ما توقفها كثر ما تخلط. تنظفها وتحط الخلطة بس أمورها زينة إن شاء الله. مرحبا يا جماعة الخير، كيف حالكم طيبين؟ راح نروح الآن نشتري اللحام حق السرندل نفسه، برضه يا جماعة الخير راح نروح نجيب لنا زيت عشان نخلطه ونسوي الخلطة ونشغل فيه السيارة بإذن الله. خل نروح الصناعية أول شيء بعدين نرجع. لازم يا الربع نفك الكفر هذا عشان ركبه في مرسيدس اللي هناك، فلازم الحين نفكه. جبنا العفريتة بس. بسم الله. طبعا يا الربع ركبنا الكفر تمام، طلعنا العفاريت احنا بننزلها ونرفع السياره، ولكن قبل ما نرفعها ودي افك الكفر هذا واروح انفخه عشان ودي اطلع السياره من المكان عشان تكون السياره مستويه كذا سيده. اوكي هي مرتفعه ولكن من هنا هي نازله، فودي اعبي الكفر. بعد ما اعبي الكفر الله يسلمكم ابدا اشتغل عليها. اتوقع هذا اللي بيصير عليكم الوجه، انا عارف وجهي مضروب. ايش اسوي شموس، فشكلي برفعها من قدام ونوديها بإذن الله. في كياتة في موضوع الربع، في صوت قطو. اي حليلة، تعال اطلع اطلع يا ابوي اطلع نشربك. تعال 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 تكفى تعال، شوف شكلك كيف تحت.
الحين نبدا نفك الربع بعدين نطلع السياره. عندنا يا جماعه خير نفك العجل، شوف كيف صار شكله. فهو كان مايل قبل ولكن مال زياده، ما نقدر، جيت بفك رفض، ولكن شكلنا راح نرفعه بس من هنا ونبدا نشتغل فيه. اوكي الحين الوضع تمام، ركبنا الكفرات، باقي الحين نربط السياره نسحبها نرجعها ورا يا جماعه الخير من المكان هذا اللي نازل زي كذا. طيب يا جماعة خير الحين راح نشرح لكم كيف راح تركب الخلطة هذه. تمام، احنا فكين البلف ومجهزينه، فك بس البلف بالشكل هذا وجيب الخلطة هذه. تمام، ولكن الحين يبغالنا طريقة عشان ندخل الخلطة جوا. راح نجيبنا زي العلبة ونقصها عشان تطلع نفس المحكان. طيب يا جماعة خير حطينا العلبة بالشكل هذا، نركبها كذا بس، وهذا نفس المحكان. الحين نفك العلبة هذه ونكبها جوا الماكينة. ننزل السيارة الآن. بسم الله. مرحب، سلامتك. يا الله نكب الزيت حتى على ملابسي، ولكن يلا خير. نقول بسم الله. يبي لها اشتراك. بسم الله، التشغيل الثالثة يا رب يشتغل عاد. كيف تطلع العلامة ذي؟ ايوه الحين عندي الموية. كيف نخليها كذا؟ تقطع المويه بس تكفي تكفي تكفي، هذه تكفي. يا ساتر شوفوا الدخنه، شوفوا الدخنه، يا ساتر يا ساتر. باذن الله انه يلحمها، باذن الله باذن الله انه يلحمها. هذاك القطو، خل نروشه شوي. القطو ايوه استانس استبرد يا حليله تكفى. طبعا جماعة خير لازم نخليه من نص ساعة إلى ساعة شغال. طبعا الحين ما راح أقدر، راح أخلي السيارة شغالة، ولكن راح أطلع عندي مشاوير كثيرة بإذن الله، يا في السناب يا في الحلقة الجاية راح أعلمكم صار عليها. طبعا تشوفون كل شوي الدخنة تنقص، كل شوي الدخنة تنقص، كل شوي الدخنة تخف 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 تخف. إن شاء الله إنه يتلحم بإذن الله.